من المعروف أن الكلب هو أفضل صديق للإنسان، لكن بالطبع إن لم يكن مجرماً أو إن لم يكن الكلب من سلالة دوغو الأرجنتيني أو كلب الدرواس النابولي، لأنه من الأفضل لك ألا تزعج هذه الحيوانات، واليوم سنوضح لك السبب. لننطلق. سلام من الله عليكم متابعي قناتها التعلم. كلب كاني كورسو. حتى المتسلل الأكثر رشاقة لن يتمكن من الهروب من هذا الوحش. يكفي أن نرى كيف يعض يد العدو بلا رحمة. ليس من الغريب أن أسلاف هؤلاء المدافعين كانوا كلاب المصارعة الرومانية القديمة. لكن كيف يمكن أن تكون هذه الوحوش حيوانات أليفة؟ السر كما هو الحال دائماً يكمن في التدريب المناسب. إذا تم تدريب كاني كورسو جيداً فلن يهاجم أبداً بدون سبب، ولكن في بعض البلدان أصبح تكاثر هذا الكلب محدوداً أو محظوراً في أغلب الأحيان، كما هو الحال بالنسبة لبرمودا. كلب الكنغال. هذا هو الكلب صاحب أقوى عضة في العالم. إذا وقف الكنغال على قدميه فقد يصبح في بعض الأحيان أطول من مالكه، لكن لا يمكن لأي شخص ترويض مثل هذا الوحش، كما أن مظهره الشرس قد يكون أفضل من أي نظام أمان على الإطلاق. في بابل القديمة كانت هذه الكلاب تستخدم لاصطياد الأسود والخيول، أما اليوم فهو يعتبر كلب الحراسة من الدرجة الأولى في تركيا. في بعض البلدان الإفريقية غالباً ما تستخدم كلاب الكنغال لحماية الماشية، لكن في الدنمارك على سبيل المثال لا يمكنك جلب هذا النوع من الكلاب لأن القانون يحظر ذلك. كلب الراعي الأناضولي أو الماستيف التركي. هذا الكلب من سلالة الكنغال لكنها أكبر حجماً، ويبدو في هذه السلاسل الحديدية أكثر خطورة من أي كلب في باسكرفيل. كلب الدوغو الأرجنتيني. لا يفترض أن تتوقع الرحمة من هذا الكلب. إذا واجهه العدو فمن الصعب إنقاذه، ولا تنخدع بالطريقة التي يحرك بها ذيله، فكلب الدوغو الأرجنتيني يهاجم بسرعة البرق، والعواقب النهائية لهذا الهجوم تكون كارثية في غالب الأحوال. لا عجب أن هذا الكلب العضلي تم تربيته في الأصل لاصطياد الحمام البري. مثل أي كلب قتال يحتاج الدوغو الأرجنتيني إلى تدريب طويل ودقيق، ولكن لسوء الحظ وحتى مع التدريبات لا يستطيع هذا الكلب حساب قوته بدقة، لذلك فإن ترك هذا الكلب يلعب مع الأطفال أو الحيوانات الأخرى ليست فكرة جيدة. تربية هذا الصنف محظور في العديد من الدول الأوروبية مثل إسبانيا والنرويج وكذلك المملكة المتحدة. كلب الروتفايلر. ليس من الصدفة اقتياد هذه الكلاب من طرف الأباطرة الرومان في غزواتهم، لأن رؤية مثل هذا الفم الشرس سيجعل أكثر الخصوم تهوراً يرتجف من الخوف. هل لاحظت تلك الأرجل المليئة بالعضلات؟ من الطبيعي أن يحسد الأشخاص الذين يذهبون إلى صالة الألعاب هذا الكلب، على الرغم من ضروته واستعداده للرد الفوري على أي تهديد، فإن هذه الكلاب تستمر في التصرف كالكلاب الصغيرة طوال حياتها. شاهد بنفسك كيف يبدو كلب الروتفايلر هذا سعيداً باللعب بخرطوم مياه بسيط، ولكن لا يمكنك اصطحاب هذا النوع من الكلاب لقطر أو إسرائيل أو ماليزيا لأنه محظور تماماً. كلب الكناري. قوة فكي هذا العملاق تكفي لرفعه في الهواء متشبثاً فقط بأكمام عدوه. طالما أن هذا العملاق يزن 60 كيلوغراماً فلابد أنه شيء مرعب حقاً. في النصف الثاني من القرن الماضي تم استخدام هذا الصنف على نطاق واسع في مصارعة الكلاب. هل يمكنك أن تتخيل كيف ستكون المبارزة بين وحشين من هذا النوع؟ لحسن الحظ تم حظر هذا النوع من المبارزات منذ فترة طويلة. في الواقع تعتبر تربية كلب الكناري غير قانونية في بعض الولايات الأمريكية وكذلك في أستراليا وإيطاليا. هل تعرف لماذا؟ ليس فقط بسبب قوته، بل لأن هذا الكلب أيضاً لا يعرف معنى الألم، مما يعني أنه مستعد دائماً للذهاب إلى أقصى الحدود. كلب الباندونغ. هذا الكلب قادر حرفياً على فعل أي شيء، حتى الجري عمودياً على الجدران. فمن غير المرجح أن يجلب لك هذا الكلب نعلك أو كرة، بل الغالب أن يسحب خصمك بين أسنانه. فقد تمت تربيته لسنوات في بيوت الكلاب الأمريكية بهدف إنشاء مراقب مثالي، لكنهم لم يحققوا ذلك بعد.
وعلى الرغم من أن كلاب الباندونغ يمكنها التعايش مع البشر، إلا أنه من الأفضل عدم تركها مع الحيوانات الأخرى. فهذه الكلاب تشعر بالغيرة جداً على أصحابها ولا تسمح بالمنافسة. لذلك ليس من الغريب أن نعلم أن رومانيا وسويسرا يمكن أن تضع أي شخص في السجن بسبب تربية هذه الكلاب. كلب نابوليتان ماستيف. لنكن صريحين، لا يمكن القول إن هذه الكلاب جميلة. بالمناسبة، هذا ليس فقط رأينا الشخصي، فقبل بضع سنوات حصل ممثل عن هذا الصنف على لقب أبشع كلب في العالم. ومع ذلك فإن الطيات العديدة للجلد على وجه كلب نابوليتان ماستيف بمثابة نوع من الدروع الطبيعية ضد العدو في أي معركة. عندما يتعلق الأمر بالحراسة، يمكن للقليل من الكلاب أن تتنافس مع كلاب نابوليتان ماستيف، ولكن يمكن أن يكون خطيراً حتى بالنسبة لأصحابه، خاصة إذا لم يتم تدريبه بشكل صحيح. ولهذا السبب فإن سلطات سنغافورة ورومانيا والعديد من الدول الأخرى قررت حظر تكاثر هذه السلالة على أراضيها. كلب البيتبول. لا شك أن كلب البيتبول هو أشهر كلب قتال في العالم. لا يمكنك تجاهل هذين الفكين وتلك العضلات. لهذا السبب فإن تربية هذا النوع من الكلاب محظورة في أستراليا وكولومبيا وماليزيا ونيوزيلندا وعشرة من البلدان الأخرى، لدرجة أنها تعتبر في بعض البلدان كأسلحة بيضاء. ولكن عندما تتصرف كلاب البيتبول بهذا الشكل الجميل فإنك ستنسى أنها خطيرة. الخلاصة أن هذه الكلاب هي مزيج من الخصائص غير المتوافقة. كلب الراعي البلجيكي. نحن لا نحسد هذا الرجل، لكن ما نوع المقاومة التي يتطلبها أن تكون بمثابة كيس ملاكمة لمجموعة من الكلاب الشرسة؟ هذه الكلاب تتميز بعضة جيدة وفي سن مبكرة. لكن مهلاً، ما الفرق بين الراعي البلجيكي والراعي الألماني؟ من خلال النظرة الأولى تبدو متطابقة تقريباً، لكن النسخة البلجيكية لها عظام أخف، مما يعني مزيداً من الرشاقة وأيضاً رد فعل أسرع، كما أنه صديق جيد للأطفال، لكنه ممنوع أيضاً في برمودا. هل يمكن أن يكون لدى الشخص المسؤول عن سن القوانين في هذا البلد مشكل مع الكلاب؟ كلب الدوبرمان. برأيك، ما هي البلدان التي قد تمنعك من تربية هذا الكلب؟ في برمودا بالطبع، وأيضاً في ماليزيا وقطر. يعتبر كلب الدوبرمان من الكلاب القوية، وهي كلاب شرطية بامتياز، فخلال الحرب العالمية الثانية خدمت ضمن قوات مشاة البحرية الأمريكية. ولكن عندما يكون كلب الدوبرمان رفقة مالكه، فهو يفضل إهدار طاقته في ألعاب الكرة وغيرها من لعب ترفيه الكلاب. كلب البوكسر. بصراحة بعد هذا الفيديو من الصعب التعامل مع كلاب البوكسر على محمل الجد، ولكن في نهاية المطاف ليس من الصدفة أن يتم استخدامها ككلاب حراسة وكلاب إنقاذ وحراسا شخصيين ومرشدين. بالمناسبة، يرتبط اسم هذا الصنف بسلوك الملاكم أثناء القتال. هذا الكلب يضرب الخصم بساقيه كما يفعل الملاكمون على الحلبة. هناك حقيقة أخرى مثيرة للاهتمام، وهي أن كلاب هذا الصنف لديها فصيلة دم عالمية، لذا فهي متبرعة في العادة ولا تشكل خطراً، ولكن هذا بالطبع إن تم تدريبها جيداً. رغم هذا، تم حظر كلب البوكسر في قطر. كلب الدوغ الألماني. هذا الكلب ليس مجرد حارس ممتاز، لكنه أيضاً محطم ممتاز للأرقام القياسية. تعتبر كلاب الدوغ الألمانية من أطول الكلاب في العالم، ويبلغ متوسط ارتفاع الذكر من هذا النوع 80 سنتيمتراً، لكن من الواضح أن هذا العملاق أكبر بكثير من ذلك. اسمه جورج العملاق، وقد تمكن من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية. يبلغ ارتفاعه وهو واقف على قوائمه الخلفية 20 سنتيمتراً. بشكل عام، هذه الكلاب ليست عدوانية جداً، لذا كي تهاجم شخصاً غريباً بسرعة البرق يجب أن تكون مدربة بشكل خاص. لكن كلب الدوغ الألماني ليس على دراية كبيرة بحجمه. هل يمكنك أن تتخيل ماذا سيحدث لك إذا انقض على عنقك؟ ربما هذا هو السبب في أن هذا الصنف لا يحظى بشعبية كبيرة في قطر أيضاً. كلب بول تيريه. نعم، هذا الكلب أصغر بكثير من أصناف عديدة رأيناها في هذا الفيديو، ولكن يمكنه أن يدخل معها المنافسة على لقب الكلب الأكثر غضباً. انظر إلى ما يمكن أن يفعله بول تيريه مع الأشخاص الذين يعتدون على مالكه. انظر إلى فكيه اللذين يشبهان الحجر. من الصعب تصدق أنه أيضاً يسعد كثيراً باللعب بالماء. ومع ذلك كن مطمئناً، لأن كلب بول تيريه سيكون مستعداً في أي وقت للتضحية بحياته لإنقاذك.
حتى إن هناك حالات أصيب فيها كلب من هذا الصنف بعدة جروح بطلقات نارية ولم يطلق سراح المهاجم. وكما تعودنا فإن هذا الكلب ممنوع في برمودا وفي بعض الدول الأخرى مثل قطر وإسرائيل. وأخيراً كلب توساينو. منذ أكثر من قرن قرر اليابانيون أنهم بحاجة إلى سلالتهم الخاصة من الكلاب القتالية، وهكذا ظهرت كلاب توساينو التي سرعان ما بدأت تستخدم في مصارعة الكلاب، على الرغم من أن هذا النوع من الترفيه محظور منذ فترة طويلة في معظم أنحاء العالم، لكنه لا يزال مستمراً وفي ازدهار باليابان، إلا أنه يجب التأكد من عدم إصابة أي كلب أثناء المعركة. العيب الرئيسي لهذا الصنف بالتحديد هو أنه غير مهيئ وراثياً للعيش تحت سقف واحد مع الكلاب الأخرى، ومن الأفضل أيضاً عدم تركه مع الأطفال، وهذا سبب منعه منعاً باتاً في عدد كبير من الدول مثل النرويج وفرنسا وإيطاليا وإسرائيل وأستراليا. بعبارة أخرى، من الواضح أن كلب توساينو أخطر كلب في قائمتنا اليوم. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.